مدينة الرستان من داخل أحد المنازل المدمرة في هذه المدينة كما نرى هذا الدمار في هذا المنزل 28/1/2013 يعطيك العافية يا خالي والله طلعت اطلع شو صار هون بالضبط شايف يعني فعليا مطبخ هون وفي براد مطبخ وبراد ومطبخ كبير كله كان ابيان غراب كله راح لا تفرج ده كله راح شو بدك تطلعي منه هلا شو بطلع منه ما بطلع منه يا ابني ما بطلع منه شيء شو بدي اطلع ما بطلع منه شيء ها براد كله مضروب غراب كله مضرب ما فيش طب الأضرار هي يعني كحجم مادي أو شو مادي والله في كان أغراض الدنيا يا ابني والله أغراض كثير فيكي مطبخ عبيان كان رفوف لا في رفوف لا في شيء ما فيش كلها رايحة لا يكون ممكن كان مدافع أو دبابات هون بالبيت حتى عم يقصفكم نحن ما عنا شيء ما في عنا بدار شيء ما كنا بالدار رحت عملت أخوي قعد قلت له قلت له أخوي قال يا خي دخيلك هذا شو قال لي هي بداري جينا طلعنا هيك كلنا نقينا كله مفقود بكل شو بدنا نسوي لا حول قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله شو بدنا نسوي هالخنزير بالشارع الأسد الله يلعن روح أبوه طيب والعمل والعمل شو ها عندكم العمل شو بدنا نسوي عم نشحد الله وكيف عم نشحد بعد ما كنا أغنياء والله عم نشحد والله هي عند ابني قاعدين هالخلاجين كنت بالدار أنا عمل فقر والله الفقر يا خالتي والله ما في